ثم أنه هذه الثورات تتم في سوق العولمة بدون أفق. ما كانش أمكن التدارك أستاذ أفق. أستاذ ما كانش ممكن التدارك بالنسبة للنخب هذه. يوم سأقول لك إيش معناتها بدون أفق. ما الذي يفرق بين حمى الهمامي والباجي قايد السبسي؟ لا شيء إلا التحالفات اليومية أو التحالفات من أجل السلطة أو كذا، لا شيء. لكن مختلفين إيديولوجيا، مختلفين إيديولوجيا. لما الذي يجعل حمى الهمامي يدافع مثلا عن كمال النابلي كرئيس حكومة؟ واحد تربية رأس مالية، واحد تربية اشتراكية، لأنه لغياب المشروع وغياب الرؤية وغياب الفكر أصبح الناس كل سواسية يشبهون بعضهم كالأبقار الذاهبة إلى المسالك، كلنا ذاهبون إلى المسلق العولمي الكبير كلنا. إذن لا وجود لاختلاف جذري وراديكالي. انتهت هذه النزعة وانتهت راهو مش تو هناك يسار آخر جديد يحاول يتنفس، يحاول يصعد، يحاول يبني نفسه، ثم يسار جديد. لكن اليسار الجديد لا زال غائم وضبابي في تونس ولا يوجد. وهذا علاش الناس يستغرب ويقول كيف اليساري متحالف مع اليميني، كيف الأحفاد متحالفين مع الأجداد. هذه أسئلة محرجة وحارقة لللاعبين السياسيين وللجمهور. ياك علاش هنا شكون ضايع فيها وفي نهاية المطاف؟ يعني كلهم. لا تعتقد علاش قلت لك اللي يحكم واللي مش محكوم واللي محكوم كلهم معذبين. هم أيضا كلهم يؤدون في أدوار وغير راضين على أنفسهم. هم نفسهم هو مش القدر، التاريخ، الرأسمال العالمي وضعهم في هذه الهيئة، عليهم أن يكونوا هكذا، عليهم أن يؤدوا أدوار من هذا النوع. معنى ما يجبوش يكونوا مختلفين عن ذلك. ما ثماش، ما فيش مشروع كبير. لا تستطيع تونس حتى لو اختارت، حتى لو أرادت أن تبني مشروع كبير. المشروع الكبير هذا نبني له بالأفكار، نبني له بالاستعدادات، نبني له بالعمل، نبني له بالتخطيط وبالتفكير، نبني له بالزمن. نحن التوانسة نريد ثورة، وفي اليوم نفسه نريد يا أما نريد كل شيء يا أما نريد عودة للوطن.